نناشد الأخوة رؤساء العالم، رؤساء الأوروبيين مساعدتنا. نحن جماعة ضعفاء، نحن جماعة منكوبين وهجة وصاحبين عيال وما عندنا باليد حيلة، ونحن بحاجة لمساعدة، بحاجة لمساعدة مالية وبحاجة لمساعدة طبية. أرجوكم أتوسل إليكم ساعدونا. أنا زلمة معاق، هذا وضع الصحي مثل ما أنتم شايفيني هون، أنا مصوب وريحة أجري وعندي أطفال وعندي ولد معاق، ضحايا الحرب وما أنا مسعف إلا الله، وأنتم تساعدونا تشيلونا تحولونا من هون، تغيرون بركتنا هاي ومعيشتنا، ومستوى المعيشة يكون أحسن صحيا وماديا. إحنا تعبانين كثير، تعبانين كثير يا عالم، اسمعونا أتوسل إليكم. أرجوكم أرجو الدول الأوروبية كلها لمساعدتنا ومناصرتنا. نحن الضعفاء، نحن الشعب العزل اللي ما إلنا حيلة. إحنا باركين هون باليونان تعبانين بهالكم العسكري هون، الأكل مو وافر إلنا، المعيشة غير وافرة، وعنا أطفال وعندي هذا الولد، أنا ولد معاق صغير ماني عارفان وين أروح بحالي، أنا صاحب عيال. هذا الولد إيش في عمي؟ هذا الطفل معاق، إعاقة بصرية، حتى من إجري كمان ما يقدر يمشي. روح أبوي روح فرجي لعمك شلون تمشي. روح من إيش الولد؟ طفل معاق، وين أروح بحالي أنا؟ وين أروح بوضعي أنا كرجل؟ وعندي زوجتي وعندي 3 أطفال وعندي المرة كمان مريضة تبكي من الغدة الدرقية هون، تعبان كثير. أنا وين أروح؟ إيش حد يعني؟ أنا طلعت أوروبا لأترفى. شون الوضع الأكل عمي هون؟ وضع الأكل طاول، تعبان، ما ينطونا أكل كافي. وضع الإسعاف، سيارات الإسعاف طاول، ما يجي الإسعاف لهون. أنت بحاجة إسعاف دائما؟ أنا بحاجة إسعاف، وبحاجة، أنا مريض كمان، مريض جلديا. ليك شو صار معي أنا بالأمراض الجلدية؟ ما حدا عم يطلع علينا، ما حدا يعالجنا. أمراض، نحن بشر، نحن بشر، ونحن ما نطلع على الأديان، الأديان السماوية والكتب كلياتها على راسي. احنا نطلع على معيشتنا كضعفاء كفقراء. ساعدونا الله يساعدكم، خلوكم معنا يا جماعة، وشكرا شكرا شكرا.